بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل. الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه. كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم. قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم. في الحقيقة إنني أزداد سرورا كلما بدأت في حلقة من هذه الحلقات. أسأل الله تعالى أن يجعلها حلقات نافعة مفيدة لنا جميعا. تكلمنا أيها الإخوة والأخوات عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، تكلمنا في حلقات سابقة كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يصبر على أذاهم، كيف كان يتعامل مع أهل بيته، كيف كان يحل المشاكل معهم. إضافة إلى ذلك كله، كان صلى الله عليه وسلم يعتني بأمور أخرى غير هذه المسائل التي تقدمت معنا من العناية بالتبسم والتلطف مع الناس. كان عليه الصلاة والسلام يعتني بمظهره ورائحته. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، حتى يده كانت لينة. يقول: ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف كان يعتني صلى الله عليه وسلم برائحته وبمظهره. يقول في رواية: وكانت يده مطيبة كأنما أخرجت من جؤنة عطار. جؤنة العطار هي الإناء التي يخلط فيه العطار أنواع العطر، لما يخلط العنبر مع دهن العود مع دهن الورد إلى غير ذلك، لما يخلطها لأجل أن يستخرج منها طيبا جديدا، رائحة جديدة بعد خلطها. يقول: كنت إذا شممت رائحة يد النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يده أخرجت من هذا الإناء، كأنما غمسها في الإناء بين أنواع هذه العطور ثم أخرجها. يقول: وكان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، مهما أعطاه واحد طيب لأجل أن يطيبه به لم يكن صلى الله عليه وسلم يرده. وكان يهتم بمظهره، كان يأمر المسلمين بذلك. عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب دون، أي علي ثوب رديء، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ عندك فلوس أم أنك فقير مسكين؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل قبل أن ينصح، ما يدري، يمكن هذا الرجل عندي مال، يعني معه درهمان أو ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم سوف يأمره بأن يصلح من حاله ومن لباسه، فلا يريد أن يسبب له إحراجا. قال: من أي المال؟ قال: من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق، الحمد لله عندي أموال أنواع. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وأثر كرامته. يعني يا أخي، ما دام الله تعالى وسع عليك وأعطاك أموالا، لماذا لا تعتني بمظهرك وتجعل أثر هذه النعمة يخرج عليك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا، فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، يعني رجل لم يهتم بمظهره وقد تفرق شعره، لم يمشط لم يحلق. فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ يقول هذا ما كان عنده أي شيء يستطيع أن يمشط به شعره أو أن يدهن به شعره. وفي يوم آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟
لاحظ يعني يدقق صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الأمور، لأن لها معاني تنطلق من ورائها. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح حال المسلمين هكذا، يعني أن يصبح حالهم ما بين رجل شعث الشعر وآخر وسخ الثياب، لا لا، كان يريد صلى الله عليه وسلم كما أن المسلم مأمور بحسن الصلاة والصوم والسمت وبحسن الخلق والتبسم والتلطف مع الناس، يريد أيضا صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم يعني مظهره حسنا، أن يكون شكله يعني مناسبا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. كان يحرص فعلا صلى الله عليه وسلم على أن يكون هؤلاء الناس الذين بين يديه أشكالهم يعني مناسبة. طبعا ما كان صلى الله عليه وسلم يحرص على حسن السمت وجمال الشكل واللباس وطيب الرائحة يعني لأجل المبالغة فيها، لا، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني نهى أن الرجل كل يوم ينشغل بشعره يمشطه ويدهنه، لا لا، نحن منهيون عن ذلك، لكن المقصود أن يكون المرء إذا كان عنده نعمة أن يرى أثرها عليه، إن كان له يعني مظهر أن يكون مظهره حسنا طيبا. ولا يعني هذا أن يكون هناك مبالغات، يعني بعض الناس اليوم مثلا إذا أراد أن يلبس ثوبا لم يلبس من الثياب العادية التي يلبسها الناس، التي مثلا تكون قيمتها 100 ريال مثلا أو 150 ريالا مثلا، إنما يريد أن يلبس ما يساوي هذا بأربعة أضعاف قيمته أو 5 أضعاف قيمته، أحيانا ليعلم الناس أن فلانا ثوبه هذا مثلا ب800 ريال أو 600 ريال، وهذا موجود الآن، وبعض الخياطين يبيعك ثوبا أو يفصله لك بمثل هذا الحال. بل أحيانا في أحيان أخرى تجد أن بعض الناس يعني يبالغ كثيرا في الاعتناء بمظهره إلى درجة أن يتشبه بالنساء. يعني كم من شاب مثلا تجد أنه قد يسمع هذه الأحاديث ويقول: يا أخي إن الله جميل يحب الجمال. نقول: صحيح يحب الجمال، لكن ما بلغ من تجملك، فإذا دخلت إلى غرفته ظننت أنك دخلت إلى غرفة أخته، ترى من أنواع الكريمات ومن أنواع العطورات ومن أنواع المزينات، هذه للوجه وهذه للخدين وتلك للشفتين وهذه للشعر وهذه يعني ما يسمى بالبودرة للجسم، وهذه تتعجب أن دخلت إلى غرفة امرأة يعني عروس أم دخلت إلى غرفة شاب شهم يعني جبل بطل صاحب مروءة، تتعجب أن يكون على هذا الحال. حتى إن بعضهم إذا أراد أن يخرج أن يمشي إلى المسجد مثلا في الظهر وضع على بشرته كريمات لأجل أشعة الشمس ما تؤذي وجهه، سبحان الله، يعني وصلنا يا جماعة إلى مثل هذا الحال. يعني أو إذا أراد أن يلعب كرة فعل مثل هذا، أو إذا أراد صار يعني اهتمام الإنسان بهذه البشرة ولينها وبياضها أصبح كما قال الأول: كن رجلا لا خنفسا كي لا تشبه بالنساء، فالزينة والشعر الطويل شأن لأنثى أو مثيل. فبعض الناس يكاد أن يجرحه مرور الهواء على وجهه من شدة نعومته وكثرة عنايته بمظهره. نحن عندما نتكلم عن الاعتناء بالمظهر وأن الإنسان ينبغي أن يرى أثر نعمة الله تعالى عليه، لا نعني أن يكون هناك نوع من المبالغة في هذا. نعم، اعتني بمظهرك، لكن لا تبالغ فيه جدا إلى درجة أنك تصبح عفوا كالنساء يعني في شدة العناية. بل حتى النساء لا ينبغي يا جماعة أن يكون عندنا نوع إفراط في مسألة العناية بالمظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة ومهانة يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالتي تلبس من النساء مثلا ثوب شهرة، يعني تذهب وتفصل ثوبا غاليا جدا لأجل أن يراها النساء وتشتهر بينهن، لأجل أن يقولوا: أوه، هذه فلانة من صاحبة الثوب الفلاني، تريد أن تشتهر أن تظهر بينهن. قال صلى الله عليه وسلم: ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ونهى عن لبس ثوب الشهرة، وبين صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينبغي أن يكون هذا همه عندما يريد أن يلبس. حتى أنت أيها الشاب لما تلبس غترة أو طاقية أو ثوبا أو حذاء أو نحو ذلك، لا ينبغي أن يكون الهم هو أن يعني تظهر على الآخرين، أن تسبقهم،
أن يصبح المرء متميزا بينهم بهذا اللباس، لا، لكن كن مع الناس، صحيح، البس لباسا نظيفا متوسطا معتدلا حسنا، لكن لا تبالغ في هذا إلى درجة أن المرء لا يكاد أن يجد مالا إلا وضعه في مثله. يا الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فكان يحذر أصلا صلى الله عليه وسلم من أن يصل المرء إلى هذه المرحلة من التبذير، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنها سوف تجر المرء إلى أمور أخرى. إذا كان صلى الله عليه وسلم فعلا يحرص على حسن السمت، على جمال الشكل، على جمال اللباس، على طيب الرائحة، وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال، لكننا ينبغي علينا أن يكون عندنا نوع من النظر المعتدل عندما نتكلم في هذا. أيها الأحبة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا يعطف على الآخرين إذا رأى عليهم حاجة. في يوم من الأيام أقبلت امرأة، كما عند مسلم، أقبلت امرأة مسكينة إلى بيت عائشة، وأنا أريد هذا حتى أبين أن المرء إذا كان عنده نعمة وينبغي أن يرى الناس أثرها عليه، أن رؤية أثر هذه النعمة عليه ليست فقط في لباسه ووزينته، إنما كذلك في التوسيع على المسلمين، في التصدق عليهم، في إحسان إليهم، في كفالة الأيتام والأرامل. نعم، هذا معنى الحديث: فليرى أثر نعمة الله عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمة الله على عبده، ليس فقط في أن يلبس لباسا حسنا وأن يتطيب بعطر حسن، لا، بل كذلك ينبغي عليه أن يوسع على المسلمين في الصدقة عليهم والإحسان إليهم، فهذا مما يجعل الله تعالى يرى أثر نعمته عليك. أقبلت هذه المرأة معها ابنتان لها صغيرتان، طرقت الباب على عائشة، فتحت عائشة: ما تريدين؟ قالت تلك المرأة: يا أم المؤمنين، والله قد مضى لي 3 أيام ما أكلت لا أنا ولا ابنتاي شيئا من طعام، ولا دخل إلى أجوافنا شيء، عندكم طعام؟ عندكم شيء؟ نظرت عائشة رضي الله تعالى إليها، فإذا امرأة فعلا قد أتعبها الجهد وأهلكها الجوع، فدخلت عائشة إلى بيتها، نظرت يمينا يسارا، لم ترى شيئا، لم تجد شيئا في البيت إلا 3 تمرات. أخذت هذه 3 تمرات ثم خرجت بها وأعطتها لهذه المرأة. أخذت هذه المرأة 3 تمرات، فناولت تمرة منها لابنتها الأولى، وتمرة ثانية لابنتها الثانية، ثم رفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، لكن الابنتين كانتا أسرع إلى تمرتيهما من الأم إلى تمرتها. مباشرة كل واحدة من الابنتين أخذت ما بيدها التمرة ثم أكلتها، ثم رفعتا أيديهما إلى تمرة الأم لتأكلها. نظرت الأم إلى الابنتين، الأم جائعة أيضا، نظرت إلى الابنتين ونظرت إلى التمرة، ووازنت بين حرارة الجوع وحرارة الأمومة، فطغت حرارة الأمومة وعطفها على حرارة الجوع، فشقت هذه التمرة نصفين، ثم أعطت هذه البنت نصفا، وأعطت البنت الثانية نصفا، ثم بعد ذلك بقيت هي جائعة. طبعا عائشة رضي الله عنها تنظر إلى هذا الموقف، عائشة تنظر إلى هذا الموقف، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له عائشة: يا رسول الله، قد حدث اليوم كذا وكذا وكذا، وقد جاءت امرأة وكان من حالها ما ذكرت لك. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عطفها ومن يعني حنانها على بناتها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال: إن الله قد أعتقها بها من النار، أعتقها من النار بتمرة واحدة. فكان بذلك يشجع الناس على أن يتصدقوا، يعني ما دام رب العالمين أعطانا يا عائشة نعمة حتى لو 3 تمرات، ينبغي أن يرى الله تعالى أثر نعمته علينا بالصدقة بها. هذه المرأة يعني انظروا إليها، انظروا إليها مع أن النعمة التي جاءتها هي تمرة واحدة، إلا أنها تصدقت بها، ولاحظ، تصدقت بها على ابنتيها، ما تصدقت بها على أحد بعيد، فقير، محتاج، على أرملة، على يتيم، لا، تصدقت بها على ابنتها، ومع ذلك، مع أنها أعطتها لابنتيها، قال صلى الله عليه وسلم عنها: إن الله قد أعتقها بها من النار أو أدخلها بها الجنة. إذن أيها الإخوة والأخوات، أثر النعمة أيضا لا يكون فقط أيضا بالصدقة على الآخرين، بل أيضا أثر النعمة في تلطفك مع الناس، في حسن تعاملك معهم، كل هذا ينبغي أن يظهر عليك
حتى يجرك الله جل وعلا عليه. أيها الأحبة الكرام، كان صلى الله عليه وسلم إذا تأملت في حاله وتأملت في لطفه مع الناس وفي تعامله معهم، وجدت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أثر نعمة الله تعالى عليه من حسن الخلق، كان رائق الحديث جميل المعاشرة، حتى كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما رأى أحدا حسن الخلق تذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود إذا رأى الربيع بن خثيم قال: يا أبا يزيد، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ولأوسع لك إلى جنبه، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يحب مثل ذلك، وقال لي الأشج بن عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فما الخصلتان؟ قيام الليل، صيام النهار. استبشر الأشج رضي الله عنه، قال: وما هما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحلم والأناة. وسئل كما عند مسلم عن البر فقال: البر حسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة كما عند الترمذي فقال: تقوى الله حسن الخلق. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن نتفق جميعا أيها الإخوة والأخوات على أن أثر النعمة التي تظهر عليك ليس فقط أثر النعمة بكثرة لباس أو حسنه أو كثرة طعام أو طيبه، كذلك أثر النعمة يظهر عليك بالتصدق من هذا المال، أثر النعمة يظهر عليك بأن لا تشعر بالكبر على الآخرين، أن تحسن إليهم، أن تتلطف في معاشرتهم، كل هذا يعتبر من أثر النعمة التي تؤجر عليها إن أحسنت النية فيها. ولعله إن شاء الله يأتي في الحلقات القادمة شيء من البيان الزائد على هذا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.